في بلاغ للحكومة ووزير الاتصال أنه تم استيراد 600,000 رأس من الأغنام المستوردة من رومانيا وإسبانيا والبرتغال. هاد الاستيراد جاء نتيجة ديال الجفاف اللي عرفته البلاد ديالنا، واحد 5 سنوات ولا 6 سنوات متتالية من الجفاف، مما أثر على القطيع الوطني. إذن وأن الحكومة خصت واحد الدعم ديال 500 درهم عن كل رأس للمستوردين، على ألا يقل الاستيراد لكل شخص عن 1000 رأس، ما خصك تجيب أقل من 1000. إذن تنقولوا إذن الحكومة دعمت ب 500 درهم ودعمت أيضا، عفتهم من الجمارك وعفتهم من الضريبة على القيمة المضافة. إذن هذا دعم كبير بالنسبة لهاد الناس اللي غادي يستوردوا. إذن خاص هذا الخروف يدخل عندنا بواحد الثمن اللي هو في متناول المستهلك، في تناول الطبقة المتوسطة ولا الطبقة الضعيفة، ولا يكون في المتناول ديالهم. هاد 600,000 رأس تنقولوا هنا فين كاين المشكل. تنقول بأن الحكومة نجحت، النجاح ديالها فاش هو استيراد هاد الأغنام لتغطية الخصاص الحاصل في القطيع الوطني، إلا أنها فشلت في متابعة توزيع هاد الأغنام، أولا عبر المدن المغربية ومراقبتها. تنقول للحكومة واش دعمتي هاد الأغنام، دعمتيها ب 500 درهم وعفيتي هاد الناس من الرسوم الجمركية وعفيتيهم من الضريبة على القيمة المضافة، إذن هذا تيتسمى دعم اللي هو خدته الحكومة من جيوب ديال المستهلك، من الضرائب ديال المستهلك. إذن بحال هاد الدعم هذا بحاله بحال السكر، بحاله بحال الدقيق، بحاله بحال البوطة، بحال بحال. إذن مادام أن البوطة مدعمة، واخا دابا راه تزاد فواحد 10 دراهم، ولكن عامة ما يمكنش البوطة دابا دايرة 50 درهم واحد تبيعها ب70 درهم، واحد تبيعها ب60 درهم، واحد تبيعها لا، دابا 10 دراهم 10 دراهم. الدقيق المدعم 100 درهم، الخنشة 100 درهم، السكر راه داير 12 درهم 12.5، ما كاينش شي واحد يبيع السكر ب 15 21. إذا مادام دعمتي، مادام كاين دعم، هادو تتسمى مواد مقننة. إذا حتى هذا الاستيراد هذا يكون ضمن المواد المقننة، دعمتي إذا تابعي السوق. راه هذا القطيع اللي دعمتي راه ما دخلش، راه ما توزعش في الأسواق بالتساوي. اللي لاحظنا ما بيناش نوقعوا كما وقعنا العام اللي فات. العام اللي فات هاد الناس دخلوا القطيع ولكن ما باعوش في السوق، خلاوه حتى فات العيد، خزنوه حتى فات العيد وخرجوا باعوا للجزارة وباعوا لاصحاب الحفلات واصحاب الاعراس. اذا احنا ضد عمليه التخزين. اذا اللي بغينا يكون هنايا هو اقرار دفتر التحملات اللي تيلزم هاد الدفتر، اش تيلزم داك المستورد باش الغنم اللي دخلها يبيعها ما يخليهاش تفوت العيد، او الا بيدخل الغنم ديالو هو الراسو وما باش يستافد من الدعم، يدخل الغنم ديالو الراسو ويبيعها باش ما بغى، يبيعها باش ما بغى. دخلتي الغنم ديالك ما دعمتك الدومه ولا بيع باش ما بيتي، الله يرجعك، بيعها حتى ب 100 درهم الكيلو، ما كان اللي يقول لك والو. ولكن مادام دخلتيها والدوله مدعمك، ولا خاص تتبع الشروط ديال دفتر التحملات، تبيع اللي دخلتي تبيعه، ما تخزنوش حتى مورا العيد وتخرجوا. اذا هنا ضد عمليه التخزين. اذا اللي بين هنا دابا المستهلك دابا كان فرحان انه دخلت الغنم راه غادي يدي واحد الخروف ب 40,000 و30,000 و50,000، ماشي مشكل كاع نديه ماشي مشكل. ولكن ملي تيدخل السوق تيصيب الخروف داير الميرانوس داير مثلا 3000 درهم 4000 درهم 3500، الخروف اللي تيوزن 50 كيلو 60 كيلو الفوق راه وصل 5000 درهم. اذا هنا هذه العمليه فشلت فيها الحكومه. اذا هنا هاد الناس اللي دخلوا هاد الغنم استفدوا من حليب الحكومة ومن لبن المستهلك.
من حليب الحكومه عملنا مستفدوا 500 درهم والدعم ديال الدعم اللي تعطاهم، ومن لبن المستهلك اللي هو ان المستهلك تيحلبوا فيه باش يبيعوا لي باثمنه اللي هي خياليه. دخلتي الخروف غدي لي واحد 50 درهم، 40 كيلو بيعوا ب 40000 ريال، 60 كيلو بيعوا ب 60000 ريال، راه عندك فيه الخير والبركه. اما باش تبدأ تزعي عباد الله وتبدا دير الاثمنه اللي بغيتي، حنا مؤخرا انا كرئيس جمعيه ديال حمايه المستهلك توصلت مجموعه ديال الشكايات وعن طريق الهاتف بان هناك فضاءات كبرى تبيع اضحيه العيد بدون اشهار الاسعار، ما شهرينش الاسعار. تجي عندهم تتقول لي شحال، تتقول لي بغيت هذا الخروف، تيقول لك عبرو واعطيني 1000 درهم وستم بعد نقول لك الثمن. الاشهر شهر الاسعار ما كاينش، ما تعطيكش شحال الثمن. فانا جيت جلست مع المديرين ديال هاد استدعيت المكتب الوطني، استدعيت المكتب الاقتصادي بالعمل ديال زكان، استدعيت المكتب الاقتصادي ديال الولايه ديال اكادير في الحين ديالو فاش توصلت بالهواتف بان كان واحد الفوضى عارمه بعد الاسواق الكبرى اللي داير هذا اللي ما دايرش اشهار الاسعار. وفعلا ما كملاش واحد نص ساعه جاوا كاملين اكادير ولا انزكان، ديال انزكان مشاو لانزكان ديال اكادير وحروا محاضر، حروا محاضر مخالفات عالم عدم اشهار الاسعار لهذوك الاسواق، وحبسنا عملية البيع. ديك الساعة حبسنا عملية البيع باش ما تكونش، لأن لا يعقل أنك تتبيع واحد المنتوج كما بيكون نوعه بلا ما تشهر الأسعار. إذا الأشهر الأسعار إشهار الأسعار ضروري. وهذا التدخل أعطى واحد صدى كبير على الصعيد ديال أكادير زكان يتملول، لأن فعلا حبسنا هذاك 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 عملية البيع وهذاك التضلع اللي ما كانش في صالح المستهلك المغربي. إذا هنا كما قلنا أن عملية التخزين ما خاصهاش تكون، وأن البيع خاص يكون البيع خاص الحكومة تشوف البيع توزع على جميع مدن المغرب، ماشي واحد المدينة عندها دخل لها القطاع ديال المستورد، واحد المدينة ما فيها والو. إذا لا يعقل. إذا انت هذوك الناس مثلا في طاطا وفي زاكورا وفي ورزازات هما خاصهم يستافدوا، هما خاصهم، واش هما ماشي مغاربه؟ لان ذاك القطاع راه مدعم من الفلوس ديالهم، هما راه عاطين فلوسهم. اذا علاش ما يستافدوش؟ اذا هنا اللي بينا ناكدوا عليه هو ان تكون واحد المراقبه صارمه، وكان بالامكان يكون تسقيف مادام هادشي عطيناه. كاينه حريه الاسعار والمنافسه كاينه، يبيع باش ما بغى، ولكن مادام هاد العرض هذا مدعم، والا خاص يكون تسقيف الاثمنه باش يكون اثمنه عامه وتراعي خصوصيات وجيوب المستهلك المغربي. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.